السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحبوا بالإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء على الموقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة الفيسبوك forgestion أو على شان اليوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا دوزيام بارتي دو لامورتيسمون سيسيون ديزيموبيليزاسيون ونبداو على بركة الله. سيسيون ديزيموبيليزاسيون هذه الحالة ديال سيسيون ديزيموبيليزاسيون. La cession d'immobilisation par l'entreprise constitue une opération non courante. Yani, chez les commerçants, si je fais les immobilisations de la classe 2, c'est une opération non courante. Mais si je fais d'aimant, علاش حيت ما داخلاش في l'activité de la. مثلا حنا نعطيو واحد الشركه اللي هي تختص تبيع في الخشب في العود. اذا l'activité principale ديالها هي تبيع وتشري في العود. شي نهار بعت واحد البيسي من لي بيسي اللي تخدم بهم يعني لي زورديناتور اللي عندها بعت منهم واحد. إذن هذا اوبيراسيون نو كورون داخل غير دائم يعني واحد البرودوي نو كورون. اذا بنسمع انا سيسيون دي موبيليزاسيون نعرفوا واحد العمليه غير دائمه او عمليه كما تنقولوا حنا اوبيراسيون اكسيبسيونيل يعني واحد عندها ليكسيبسيون ديالها. باعوا هما بيسي ولكن هما لاكتيفيتي برينسيبال ديالهم تبيعوا الخشب تبيعوا العود. كما تعرفوا انتم ان كلاس 6 ولا كلاس 7 تنقسم 3 type de charges, trois types de produits. Le produit, il y a un produit d'exploitation, il y a un produit qui est le produit, il y a un produit qui est le produit, il y a un produit financier, il y a un produit qui est le produit non courant. Et donc, on a la cession d'immobilisation, on a le produit non courant, on a l'exception, on a l'opération, مادام حنا واحد البرودوي شريناه هو لي موبيليزاسيون مثلا شرينا دي زورديناتور باش نخدمو بهم حنا تنبيعو ونشرو في العود. واحد النهار جينا بعنا واحد الاورديناتور هو راه ما داخلش في لاكتيفيتي ديالنا ما تنبيعوش حنا لوغديناتور تنبيعو العود. لكن حنا في هاد النهار هذا بعنا لي بيسي من بعد ما ضربنا بهم واحد المده بعنا لي بيسي. هاد الحاجه تسمى سيسيون دي موبيليزاسيون. اي حاجه عندي في كلاس 2 وبعتها تتسمى سيسيون دي موبيليزاسيون. عندنا فيها دو بارتي كما تشوفوا بروميير ايتاب تروا ايتاب تنديروا فاش تنبيعوا ماتريال. بروميير ايتاب تنديروا لونغوجيسترومون دي برودوي دو سيسيون يعني ملي تنبيعوا تنديروا فلوس فين دخلوا تنديروا ديك الايتاب لابليكاسيون ديال لونغوجيسترومون لوبيراسيون دو لونغوجيسترومون في جورنال تندير في الدي بي كونت دو تريزوري مثلا باش تخلص لا بونك ولا لاكيس ولا كريدي. الا كان كريدي غندير الكونت 3481 هو كريونس سور سيسيون دي موبيليزاسيون. اذا انا فاش غنبيع هاد البرود هاد لي موبيليزاسيون اما غنبيعهم ونتخلص فيهم اسبيس ولا بشيك اللي هو الكوندو تريزوري ولا غنكونوا يكونوا كريدي غنبيعهم كريدي وغنخدم بهذا الكوند ديال كريون سيغ سيسيون دي موبيليزاسيون. وهادشي غنشوفو ان شاء الله في ليكزومبل اللي غنخدمو عليه وغنديبيتي وغنكريديتي يكون عندنا في الكريدي لو كونت برودوي دو سيسيون دي موبيليزاسيون اش ان ايموبيليزاسيون كوربوريل نو كوربوريل ولا فينانسيير. اذا ديما من تنبيعو الماتريال عندنا تنبيعو شي حاجه من كلاس 2 لي موبيليزاسيون اول اوبيراسيون ديالو تندوزو لوبيراسيون ديال الفونت اللي بعنا فيها. كما تشوفو هنا راه برودوي دو سيسيون وفي كاين في كلاس 7 لكن في 75 وال 75 هما اللي تكون فيهم لي برودوي نون كورون يعني لي كا اكسيبسيونيل. هادي بروميير ايتاب غندوز البيع ديال الماتريال ولا لي موبيليزاسيون اللي بعت. دوزيام ايتاب كونستاتاسيون دو لا دوتاسيون امورتيسمون دوبوي لو ديبي دو ليكزارسيس جوسكا لا دات دو سيسيون. مزيان شنو غندير دابا غندوز لوبيراسيون الثاني في الجورنال اللي شنو غندوز فيها لامورتيسمون ديال الشهور اللي بقى عندي الماتريال تتباع. انا الماتريال مثلا بعتو في شهر 3 في 2004 راه شهر 3 في 2004 ضرب عندي الماتريال في 2004 3 شهور خصني ندوز لامورتيسمون ديال 3 شهور حتى بعتو. ليكزارسيس كما تعرفوا راه هو شاد من شهر 1 حتى شهر 12 وقت ما بعت الماتريال انا غنحسب ديك الشهور اللي ضرب عندي في ديك العام حتى تباع. اذا هذه الدوزيام ايطاب. ثروازيام ايطاب ندوزو لونغوجيسترومون دو لا سورتي دو ليموبيليزاسيون يعني غندوز الخروج ديال ليموبيليزاسيون. دوزت في الاول البيع ديالها في الثاني دوزت لوبيراسيون ديال لامورتيسمون اللي بقات في الثالث غنسولدي ديك ليموبيليزاسيون. مادام ديك لي زورديناتور اللي كانوا عندي تباعوا اذا غنخرجوا هما راكين في كلاس 2 لكن دابا خصني نسولديهم نحيدهم ما بقاوش عندي وغنشوفو هادشي في ليكزومبل. Exemple 1
un matériel de transport, achetez-le un 2000, chérinaf 2000, pour 100 000 dirhams, et amortissable sur 5 ans. La durée de vie, 5 ans. Amortissement constant. Il était cédé le 30-6-2002. Tu veux fait nous jouer pour la somme de 6 000 dirhams à crédit. Tu veux crédit. Mais bien, de manière le rouge, nous sommes première étape. Imcha, le imcha, chal drabe di, elle fait nous jouer. Il va tout faire. Mais bien, il y en a tout, elle fait nous jouer. 30-6-2002. Yani, elle fait nous jouer. Quand le matériel, c'est sûr. Et de l'amortissement complémentaire. Ah oui, je vais faire. Valeur d'origine fois l'auto fois la virgule. Il y a dit. Et donc, valeur d'origine, je vais le matériel, je vais le 1000 dirhams. Fait 20%. Mais j'ai 20%. 5 ans, 10%. Tu sais, le nombre de années, la vie du matériel, il y a 5 ans, tu as 20%. 100 ans, 5 ans, tu as 20%. Fait 6 ans, 12%. Mais j'ai 6 ans. Ah oui, 6 ans, le drap, il y a 2000. Tu sais, c'est pas. Ou tu vas faire 2000. Là, tu vas faire 30. شهر 6 اذا في 7 في شهر 6 راه ضرب عندي من 1 حتى 6 والمطري عندي في الشركه ضرب عندي واحد 6 شهور ديك 6 شهور خصني نحسب لامورتيسمون ديالها اول حاجه الى غاشد 100000 درهم في 20% 6 مقسومه على 12 تعطي 10000 اذا هذه 10000 هي لامورتيسمون كومبليمونتير مزيان غنحسب دابا الكوميول دامورتيسمون اذا لم احسب لي لامورتيسمون من نهار دخل حتى نهار تباع من نهار دخل حتى نهار تباع خصني ضروري نحسب هاد الكمية شحال المجموع ديال لامورتيسمون باش نسولديها نانيليها هو امتى دخل في 1/1/2000 و امتى تباع في 30/6/2002 شحال ضرب غنشد 100 مونطون ديالو 100000 درهم في 20% اللي هو لوطو في 30 على 12 منين جبت 30 هو عدد الشهور اللي ضرب عندي الماتريال من نهار تشرى حتى نهار تباع نمشيو ل 2000 تشرى في شهر واحد اذا ضرب عندي 12 شهر في 2000 2001 غير ضرب فيها 12 شهر حتى هي يعني 24 شهر و2002 غير ضرب 6 شهور 24 زائد 6 هي 30 شهر اذا 2000 ضرب فيها 12 شهر الماتريال 2001 12 شهر اذا الا جمعنا 2000 و2001 12 و12 يعطينا 24 زائد 6 شهور اللي في 2002 اللي بقى عندي فيهم الماتريال يعني 24 زائد 6 هي 30 هنا ملي جبنا 30 نحسبها غتعطيني 50000 اذا عرفت انا 10000 هي العام اللي بعتو فيه ضرب عندي 10000 ومجموع ديال الاعوام اللي قضاو معدي او الاشهر اللي قضاو معدي الماتريال داخل الشركه هي 50000 دابا شنو غنحسب شحال بقى مزيان الفينا الفالور نيت دامورتيسمون ضروريه شحال شريتو 100000 درهم شحال كونسوميت فيه دامورتيسمون ديال لا كونسوماسيون ديالو ها هي حسبتها عدد الشهور كامل 50000 درهم اذا شحال غيبقى فيه هو 50000 درهم ديما غتندير هاد الحساب هذا تحسب عدد الشهور اللي ضرب عندي الماتريال حتى تباع في ديك نفس العام وتنحسب عدد الشهور اللي ضرب عندي الماتريال من الاول من نهار شريته حتى تباع يعني معدل الشهور كاملين اللي شفنا 30 شهر وعاد تنجي تنشوف الفرق شحال شريته ناقص لاموكتيسمون ديالو في ديك الشهور كاملين اللي هي 50000 درهم ناقص لاموكتيسمون ديال الشهور كامل شحال بقى فيه يعني شحال ولا ساوي الثمن ديالو شريتو ب 100000 درهم وضربت به عامين وست شهور ديك عامين وست شهور شحال كونسوميت فيه 50000 درهم ها هي اللي حسبناها اذا شحال بقى فيه تنشد لا فالور دو ريجيم موان الكومول دامورتيسمون ايغال الفينا الفينا هي الفالور نيت دامورتيسمون شحال بقى فيه مزيان دابا غنشوفو كنديرهم في الجورنال اول حاجه في 30/6 تندوز البيع ديالي فاش بعتو كيما شفتو حنا بعناه اكريدي رجع معاك باش تشوف ها هو بعنا اكريدي اذا تنبيع اكريدي اذا غيكون الكونت ديال كلاس 3 اللي هو الكونت ديال سيسيون مزيان غندوز كريون سور سيسيون دي موبيليزاسيون 60000 ثمن البيع ديالو حتى انا بعتو ب 60000 عندي بي تي ا اون كريديتي لو كونت برودوي دي سيسيون دي موبيليزاسيون كوربوريل ب 60000 هاد 60000 ملي جبتها هو الثمن اللي بعته رجع معاك نشوفوها باش تأكد شحال بعتو هاهي بعتو ب 60000 مزيان إذا هاد 60000 هو البيع ديالي كيما شتي كريونس سور سيسيون ديز موبيليزاسيون حيت بعتو كريدي كون كنت بعتو وتخلصت بارشيك يكون هنا بونك كون كنت تخلصت اسبيس غتكون هنا
دي بي لا كاس، لكن باش تخلص كريدي. اذا كريدي ديما تعرف انا كريدي في الوقت ديال السيسيون تنبيع لي موبيليزاسيون، تيكون هذا الكونت كريونس سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون 6000. ونجي في الكريدي ونكريدي لو كونت برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 6000. مزيان. غنجي من بعد في الاخر العام، انا شفت 30/6/2002 في 31/12 غندوز لامورتيسمون ديال ديك الشيء اللي ضرب عدي الماتريال 2002. الماتريال 2002 تباع في شهر 6 30/6، يعني ضرب عدي 6 شهور، وحسبنا حنا 6 شهور ديالو شنو غندير؟ دوتاسيون ديك سبوتاسيون دامورتيسمون ديزيموبيليزاسيون كوربوريل 10000 حسبناها. بغيتو تشوفوها هي هادي، ها هي 10000 هي هو لامورتيسمون كومبليمونتير اللي حسبنا هنا. مزيان. اون كريديتي لو كونت امورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور، غادي عادي هي تنديروها ديما في لامورتيسمون. تنديبيت لو كونت كلاس 6 اون كريديتي كلاس 2 والدوزيام شيف غيكون تيكون هو 8. دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 10000. اون كريديتي امورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور 10000. مزيان. وهنا تتسمى دي دوتاسيون كومبليمونتير اللي الحساب ديالها في نفس لا دات. اش خصني ندير ديما انا في لامورتيسمون نعرف فاش نسمع السيسيون نعرف الجورنال يكونوا فيه 3 اكريتور، ها بروميي اكريتور دوزيام اكريتور تروازيام اكريتور. بروميي اكريتور تندوز فيها الفونت ديال لامورتيس ديال ليموبيليزاسيون البيع ديالو سيسيون دامورتيسمون. دوزيام اكريتور تندوز فيها العدد ديال الشهور ديال لامورتيسمون اللي ضربت في ديك العام حتى بعتو. تروازيام اكريتور تندوز فيها العدد ديال الشهور ديال لامورتيسمون من بديت من شريتو حتى نهار بعتو، يعني كوميول دامورتيسمون والفينا. وتدي الماتريال في كريدي، علاش؟ باش يخرج حتى الماتريال دو ترونسبور نهار اللي شريتو غادي تشوف دي بي كلاس 2. دابا خصني نسولديه نديرو في كريدي باش يتسولدا، تسمى راه خرج حيت تباع. تندوز لامورتيسمون دو ماتريال دو ترونسبور تنسولدي الكونت. علاش؟ ها هو امورتيسمون دو ماتريال دو ترونسبور كان في كريدي، هما راه كل عام تيكون هذا الكونت هذا في كريدي، لكن نهار اللي تنبيع تنولي خصني نسولديه نجيبو في دي بي باش نسولدي لامورتيسمون كامله. تنسولدي الكوميول دامورتيسمون، مجموع ديال لامورتيسمون ديال الاعوام كاملين اللي يحسب حتى لقيتها 50 اللي هي هادي. هاي شنو درت انا؟ امورتيسمون كوميل مجموع الاعوام من نهار شريتو تبعتو. علاش ملي جبت 30؟ هي قلت 30 شهر ضرب عدي من نهار شريتو تبعتو هي 50000. هادي خصها تسولدا، حيت ديما كتندوزها في الكريدي خصني نجيبها في الديبي باش نحيدها. وتحت منها تندير الفينا الفالور نيت دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي اللي بقات 50000، كونسوميت فيه 50000 ديال لامورتيسمون وبقات فيه 50000 حيت هو التوتال ديالو 100000. كيفاش لقينا هاد 50000 الثانية؟ شدينا 100000 نقصنا منها الكوميل دامورتيسمون عطاتنا هاد الفينا، ورا شفتوها في الكالكول اللي داز ورجع معاك عاوتاني باش تشوفها. هاي الفينا 100000 التوتال ديال المونطون ديال لي موبيليزاسيون ناقص الكوميل 50 جبناها حطيناها هنا، الكوميل دامورتيسمون ضرب عدي من نهار سيرتو حتى نهار بعتو عطاني 50000 اخرى، يعني بقات 50000. غندير هنا هاد الجورنال هذا الا بغيتي تضبطو خاصك تحفظو بهاد لي كونت ديالو بحال كنتي تحفظ ما تيتغيرش. شنو تيتغير فيه؟ غير هاد الكريونس. الا كان تخلص بارشي كيكون هنا بونك، تخلص اون اسبيس تكون هنا كاس، تخلص كريدي غتكون هاد كريونس سوكسيسيون دي موبيليزاسيون. لكن هاد لي كونت هادو ما تيتغيروش، تتغير فيهم حاجه اخرى. هاد كوربوريل كوربوريل حيت انا دابا ماتيريال دو ترونسبور فهو كوربوريل موبيليزاسيون كوربوريل. كون كان شي موبيليزاسيون فينونسي تكون هنا فينونسي، كون كان نو ان كوربوريل تكون هنا ان كوربوريل. اذا خصني نعرف انا برومي اكريتو تكون فيها كريونت تكون فيها ديال البيع تكون فيها باش تخلصنا هنا بالبنك ولا بكاس ولا اكريدي، وتكون هنا البيع ديالنا البرودوي طبعا كلاس 7 بيسي ديال موبيليزاسيون كوربوريل. تنجيو حتى 31/12 الاخر العام لا تندوزو فينا مورتيسمون، تندوزو لامورتيسمون لدوك العدد الشهور اللي ضرب عندي الماتريال في ديك العام حتى تباع كلاس 6 مع كلاس 2. تنجي في نفس لادات و تنسولدي كلاس 2 ديال لامورتيسمون كونت دامورتيسمون، تنسولدي بالمونطون ديال الشهور كاملين الشهور كاملين من دخل الماتريال من نهار شريتو حتى تباع. هنا راه ماشي من نهار شريتو، هنا راه من الاول العام اللي بعتو فيه حتى نهار بعتو، وهنا راه من نهار شريتو حتى نهار بعتو، يعني من نهار دخل عندي ماتريال الكوميل ديال لامورتيسمون والفينا هو المتبقي فيه.
و تنصولدي لو كونت ماتيريال ترونسبور تنجيبو في الكريدي التوتال ديالو الثمن اللي خرج. نمشيو اكزيرسيس اخر اكزومبل اخر اكزومبل 2 لونتربريز الفا اسيدي لو 31/9/2006 ان فيكول اكي لو 1/7/1993 انا 1996-1993 auprès de 300 000 dirhams. L'amortissement a été pratiqué au taux linéaire de 20%. Le prix de cession est de 75 000 dirhams, dont 15 000 en espèces et le reste par crédit à 3 mois. Travail à faire, passer les écritures comptables nécessaires. Mais bien, il y a un matériel qui est un véhicule, un matériel de transport, qui est un char de Saoud, 31 Saoud, 1996. واللي كانت تشرى في شهر واحد في نهار واحد شهر 7/1993 وتشرى بثمن ديال 300,000 درهم. لوطو ديالو 20% يعني 5 سنين غير ربع ديال الشركة. ولا موكتيسمو تخدمنا بها لا موكتيسمو لينيير الثمن باش بعناه ب 75,000 درهم. بعناه فيها 75,000 درهم اللي بعناه تخلصنا فيها 15,000 درهم اسبيس يعني نقدا لاكيس والمتبقي بقى كريدي غيتخلص على 3 شهور. مزيان ديما انا عرفت هنا اللي تبع فيه هنا لاضات اللي تشرى فيه لاضات اللي تبع فيه في 96 شهر 9 وهو تشرى 93 شهر 7 هذا الثمن باش تباع. مزيان اول حاجه خصنا نحسب دابا نحسب لاموغتيسمون كومبليمونتير يعني لاموغتيسمون التكميلي ديال العام اللي تباع فيه ديال 1996 ضرب عندي 9 شهور 1996 خصنا نحسب 9 شهور الفالور دوريجين فوا لو طو فوا لا دوري. الفالور دوريجين هو 300,000 درهم مونطون ديالو في 20% شحال تباع لوطو 20% في 9 على 12 ملي جبت 9 هي 9 شهور اللي ضربها هي راه ضرب واحد قاعد ديما طريت 31 في شهر 9 في 1996 اذا 9 على 12 تعطيني 45 اذا هذه لاموغتيسمون كومبليمونتير مزيانه. نمشيو لاموغتيسمون كومون. لاموغتيسمون كومون يعني المونطون ديال لاموغتيسمون المجموع ديالها من نهار شريتو حتى نهار بعتو. امتى شريتو انا شهر 7 في 1/7/93 ويوم تبعتو في 31/9/96 اذا شحال من شهر ضرب عندي غندير الفالور دوريجين كومي لاموغتيسمون ايكال الفالور دوريجين فوا لوطو فوا لا دوري. الفالور دوريجين هو 300,000 درهم لوطو هو 20% في 39 على 12 تعطيني 1000 تعطيني 195,000. منين جبت انا هاد 39 فوالا 39 من جات 6 شهور ديال 1996 يمشي دخل في 93 دخل دو في 93 نهار واحد شهر 7 شحال ضرب عدي 93 6 شهور يعني ضرب عدي شهر 7 8 9 10 11 12 6 شهور 6 شهور في 93 زائد 94 قاعد دير ماتريال في 94 العام كامل يعني 12 شهر زائد 95 قاعد دير العام كامل 12 شهر زائد في 96 ضرب عدي 9 شهور حيت بعتو امتى في 31 9 96 ضرب عدد 9 شهور الا جمعناهم هادو غيعطيوني 39 12 و12 24 و6 30 و9 ديال 1996 هي 12 شهر. مزيان اذا دابا انا عرفت الكومبليمونتير هو 45,000 درهم الكوميول دامورتيسمون 195,000 درهم غيبقى لي الفينا. مزيان ها الفينا الفينا هي المقارنة اش تنشد الثمن باش شريتو ناقص الكوميول دامورتيسمون ها هو الكوميول شحال باش شريتو 300,000 درهم والكوميول 195,000 درهم ناقص 195,000 شحال تساوي 105,000 درهم. اذا دابا انا هاد الاعداد هما اللي غادي نخدم بيهم. مزيان نمشي ندير الجورنال ديالي. مزيان الجورنال 31/9/1996 هنا دايرين 97 كاين عندي غلط هنا خاصها تكون 96 حتى انا بعتو 6 96 ها هو كيما تشوفوا 96 يعني كاين غلط طباعي ردوا له البال ان راه هذوك لي دات راه كلهم 7 96 هذا 96 96 96 ماشي 97 عندي غلط هنا تندير بعتو هنا باش تخلص بلاكيس وتخلص وكريدي يعني بلاكيس شحال 15,000 درهم هاي تندوز لاكيس دخلوا له الفلوس ديبيتي لو كونت كيس 15,000 درهم اي لو كونت كريون سور سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل هذا هو الكونت ديال الكريدي 60,000 درهم شحال بعتو بعتو ب 75,000 درهم 15,000 درهم تخلصات اون اسبيس نقدا هي لاكيس
وبقى كريدي على 3 شهور هي 60000 درهم. وطبعا باش نحط في الكريدي ديالي لو كونت برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كومبوغي ب 75000 درهم مجموع ديال البيع ديالي. وهذا سيسيون دي ماتيريال دو ترونسبور، هذه هي الاوبيراسيون الاولى ديال السيسيون تنبيع كما شرحت في الاول. الاوبيراسيون الثانيه شنو غندير؟ لامورتيسمون ديال ديك العام يعني 1996 بعته انا شهر 9 ضرب عندي 9 شهور شنو غندوز 9 شهور هي 45 كما شفتوا عرفتوا كيفاش حسبناها هي هادي هي لامورتيسمون كومبليمونتير رجع معاك ليها ها هي لامورتيسمون كومبليمونتير لقينا فيها 45000 ها هي 45000 تنديبيتي لو كونت دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كومبوريل 45000 اون كريديت لو كونت امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور الي شتو مقارنه مع ليكزارسيس ديال قبيله راه نفس لي زيكريتور شتو تبدلات غير لا كاس حيت الموين دو بيمو الموين دو بيمو تبدلات صافي اما كما قلت لك شي تحفظوا هادو شي تحط بحال كاش جورنا تنديبيتي لو كونت كلاس 6 كونت شارج يعني دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كومبوريل 45000 درهم يعني هذا هو المونطون ديال لامورتيسمون ديال 9 شهور تبعته من شهر 1 حتى شهر 9 1996 تبعته و تا كريديت لو كونت امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور 45000 ثالثيام اوبيراسيون اش ندير تنسولدي هذا تيكون اللي كان هو ديما في الكريدي تنجيبو في الديبي لكن باش المونطون ديال الكومول 195 الكومول دامورتيسمون تنديرو في الديبي امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور اي لا مونطون الكومول دامورتيسمون ها هو ملي جبنا 195 رجع معاك ها هي 195 ملي جبنا سي الكومول دامورتيسمون المجموع ديال لامورتيسمون يعني المجموع ديال الماتريال المجموع ديال لامورتيسمون ديال الماتريال من نهار شريناه حتى نهار بعناه هي 195 الفينا ملي جبناها تندير تحت تنديبيتاتون الكونت فينا فالور نيت دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كومبوريل سي دي 105 ملي جبت هذا هو اللي حسبته شديت المونطو باش المونطو باش شرينا ملي جبنا نرجع معاك عاوتاني من احسن نرجع معاك باش تشوف ملي جبنا فينا فينا فالور نيت دامورتيسمون 300000 ناقص 195000 يعني الكومول يعني المونطو ديال الماتريال ناقص الكومول المجموع ديال لامورتيسمون عطى 105 اذا هذه هي الفينا 105 هاي فين واش كريديتي لو كونت ماتيريال دو ترونسبور اي الكونت هذا اي موبيليزاسيون مثلا بعت انا ماتيريال انفورماتيك كريديتي الكونت ماتيريال انفورماتيك ديما ديك الكونت ديال الموبيليزاسيون اللي بعتو هو واش كريديتي حيت ديجا فاش شريتو كان في الديبي 300000 اذا انا شنو خصني نعرف هاد لي تخوا زوبيراسيون هما تيكونوا في السيسيون ديما نفس السيسيون شنو خصني نحسب خصني نحسب لامورتيسمون كومبليمونتير نحسب لامورتيسمون كومبليمونتير نحسب لامورتيسمون كومول يعني لامورتيسمون كومبليمونتير تعني ليا هما عدد الشهور اللي ضرب عندي الماتريال في العام اللي بعته لامورتيسمون كومول تعني ليا عدد الشهور اللي ضرب عندي الماتريال من نهار شريته حتى نهار بعته واش نحسب الفينا اللي تعني ليا المونطو باش شريت الماتريال ناقص الكومول دامورتيسمون المجموع ديال لامورتيسمون من نهار شريته تنجي الجورنال تنحط 3 زوبيراسيون هما اللي كاينين في الجورنال تنديبيتي لو كونت دو بيمون باش تخلصت تنكريديتي لو كونت ديال كلاس 7 ديال البرودوي 75 يعني برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كومبوريل او فينونسيير او انكومبوريل ديما تنجيب من بعد تندير اوبيراسيون اللي في 31/12 العام اللي بعتو فيه يعني الاخر العام علاش 31/12 حيت ديما لامورتيسمون تدار حتى الاخر العام علاش تسمى ترافو دو فان ديكزارسيس تديبيتي لو كونت كلاس 6 دوتاسيون كلاس كونت دو شارج دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كومبوريل و تا كريديتي لو كونت لامورتيسمون تندير في الكريدي كونت ديال لامورتيسمون كلاس 2 ديما كلاس 2 موراها 8 يعني لي كونت لامورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور ولا اي ماتيريال اما ترونسبور ماتيريال انفورماتيك على حساب الماتيريال اللي درت لي انا العمليه ديال البيع سيسيون تنجي من بعد نفس لادات اش ندير تنجي هاد الكونت اللي كان في الديبي ديال لامورتيسمون في الكريدي تنديبيتي علاش باش نسولدي باش نسولدي بأين مونطون بالمجموع ديال لامورتيسمون من نهار دخل الماتريال حتى نهار بعتو يعني الكومول لامورتيسمون تنجي تحت منو تندير في الديبي الفينا الفالور نيت دامورتيسمون يعني المونطون اللي بقى ديال لامورتيسمون الثمن ديالو شحال بقى فيه استهلكت فيه انا من نهار شريتو
كان ربعته 175 195 ألف. شحال بقى فيه؟ بقى فيه 105. منين جبت 105؟ هي الفرق، الفرق بين الثمن اللي شريته به وشحال استهلك ديال لاموغتيسمون من نهار شريته حتى نهار ربعته 105 فينا. ومن بعد تنكريديتي لو كونت، تنجيبو تنديرو في الكريدي كونت ماتيريال دو ترونسبور او اي ماتيريال درت لي انا سيسيون، سوا ترونسبور سوا ماتيريال انفورماتيك مثلا. اذا هاد لي 3 زوبيراسيون باش تكون انت مزيان في الامتحان خاصك تحفظهم، تتحطوا على هاد الشكل هذا. ولي مونطون راه ورينا كيفاش تحسبوا. ونتمنى انني نكون وصلت هاد الدرس على احسن وجه، وانكم تكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله نتلاقاو مع الدرس ديال البروفيزيون في الفيديوهات اللي جايين باذن الله. وغنحاول نوصل الدرس ديال البروفيزيون قبل من الامتحانات، مع انه طويل بزاف، ولكن ان شاء الله غادي نحاول نلونسيه ندير الجهد ديالي. ونتمنى انني نكون وصلت لكم احسن ما يرام، ونشكركم على التواصل ديالكم الجيد معايا وعلى جميع التعليقات ديالكم، تنشكركم بزاف بزاف. ونتمنى اننا حنا وياكم فورجيسون، حنا وانتوما نستمروا ان شاء الله في العطاء باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.